السلام عليكم، حالكم سلاكي من زمان. الفيديو الجديد في القناه راح يكون بعنوان افضل 10 لاعبين كام في لعبه فيفا 17. اتمنى دعمكم بزر اللايك. ويلا خلينا نبدا على طول. عندنا اللاعب في المركز العاشر اللي هو ماريو جوتز، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الالماني. عنده الريتنج 84، الطاقه عنده اللي هي الدريبلينج 89، عنده الباصات 78، السرعه والشوط 72. فهد بالنسبه للاعب في المركز العاشر. ننتقل على لاعب في المركز التاسع، عندنا اللي هو حاتم بن عرفة، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عنده الريتنج 84 ايضا، فعنده اعلى طاقه اللي هي الدريبلينج 88، عنده السرعة والشوط 82، عنده الباصات 79. طاقته تعتبر جدا كويسه بالنسبه للاعب. فهد بالنسبه للاعب في المركز التاسع. اللاعب في المركز الثامن عندنا اللي هو كريستا إريكسن، عنده الريتنج 84 ايضا، عنده الدريبلينج والباصات الاثنين 84، وعنده السرعة والشوط ايضا الاثنين 76، يعني عنده السرعة والشوط الاثنين نفس الشيء، والباصات والدريبلينج الاثنين ايضا نفس الشيء. فهذا بالنسبة للاعب في المركز الثامن. اللاعب في المركز السابع عندنا اللي هو جوليان دراكسلر، عنده الريتنج 84، على طاقة عنده الدريبلينج 86، عنده الباصات 80، وعنده الشوط 79، السرعة 77، أفضل طاقات يعني. فهذا بالنسبة للاعب في المركز السابع. اللاعب بالمركز السادس عندنا اللي هو فيليب كوتينو، عنده الريتنج 85، على طاقة عنده الدريبلينج 87 والمراوغات، فعنده السرعة والباصات 82، عنده الشوط 75. يعني أشوف إنه الشوط ضعيف شوي بالنسبة لكوتينو، المفروض كان يحطوه اعلى بشوي يعني من 74. فهذا بالنسبه للاعب في المركز السادس. لاعب في المركز الخامس عندنا اللي هو سانتي كازورلا، عنده الريتنج 86، على طاقه عنده الدريبلينج ايضا 86 نفس الريتنج، وعنده الباصات 85، الشوط 78، السرعه 71، افضل طاقاته يعني. فهذا بالنسبه للاعب في المركز الخامس. اللاعب في المركز الرابع عندنا اللي هو جيمس رودريغيز، لاعب نادي ريال مدريد الاسباني، عنده على طاقه اللي هي لينك 85، عنده الشوط والباصات الاثنين ايضا 85، يعني على الطاقات عنده، عنده السرعه 76، تعتبر كويسه بالنسبه للاعب كام. فهذا بالنسبه للاعب في المركز الرابع. ننتقل على اللاعب في المركز الثالث، عندنا اللي هو دافيد سيلفا، عنده الريتنج 87، عنده على الطاقه اللي هي الدريبلينج 87، والباصات ايضا 87، والشوط 72، والسرعه 68. طاقه سيلفا تعتبر كويسه يعني، عنده يعني الدريبلينج والباصات يعتبروا جدا ممتازين بالنسبه له، لكن اللي يعيبه انه بطيء شوي يعني بالنسبه للاعب كام. فهذا بالنسبه للاعب في المركز الثالث. اللاعب في المركز الثاني عندنا اللي هو كيفن دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، عنده الريتنج 88، على طاقة عنده اللي هي الباصات 86، عنده الدريبلينج 84، عنده الشوط 83، وعنده السرعة 77، والفيزيكال 75، افضل طاقات يعني بالنسبة لدي بروين. فهذا بالنسبة للاعب المركز الثاني. افضل لاعب كان في اللعبة عندنا اليوم اللي هو مسعود اوزيل، لاعب نادي ارسنال الانجليزي، عنده الريتنج 89، الدريبلينج 86، والباصات 86، سجل هدف الصراحة يعني امس تقريبا، نعم امس في دوري الابطال، يعني من اجمل الاهداف الصراحة اللي سجلها في مسيرته، يعني اشوفه من افضل الاهداف. فعنده الشوط 74 والسرعة 72، عنده الدربل والباصات 82. فهذا بالنسبة لافضل 10 لاعبين كان في لعبة فيفا 17. فبشوفكم في نهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يعجبكم، الفيديو لا تحرمونا من زر اللايك واشترك في القناة إذا ما كنت تشترك. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، أشوفكم على خير في فيديوهات جاية، في أمان الله.